الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي مع حل المسابقة الثانية يوم الخميس. السؤال الأول كان بيقول: عند تناول الطعام عليك باللحم والليمون. طبعا عند ظرف تناول مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة، الطعام مضاف إليه. هنا طبعا السؤال بيقول: كم عدد الكلمات المبدوءة باللام القمرية؟ طبعا الخدعة إن كثير من الدارسين يظنون أن كلمات اللحم والليمون واللعبة تبدأ أو هي اللام بتاعتها لام قمرية، ولكن طبعا هنا حرف اللام من الحروف الشمسية، لأن عند الحروف القمرية الجملة بتاعتها: ابغي حجك وخف عقيمة، يعني عندي 14 14 حرف دي اسمها حروف اللام القمرية. أو ممكن نقول جحا غبي فك مخه وضع، وباقي الأحرف شمسية. إذن اللام حرف من الحروف الشمسية وليس القمرية، يبقى هنقول عدد الكلمات المبدوءة باللام القمرية لا يوجد، لأننا عند الطعام واللحم والليمون كلها كلمات شمسية. عربنا كلمة الطعام مضاف إليه. الثاني: هناك مجتهدان في الدراسة، الأسماء الخمسة أب وأخ وحم وفو وذو إذا ثنيت تعرب إعراب المثنى. يبقى أخواك، أخوا بالألف، هنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. مجتهدان خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى في حرف جر، والدراسة اسم مجرور. أدخل على الجملة حرفا ناسخا يفيد الترجي. الحروف إن وأخواته، إن وأن توكيد، لعل ترجي، ليت تمني، كأن تشبيه، يبنى ولكن استدراك. يبنى هنقول الترجي لعل، وبعدين الاسم بعد لعل يكون منصوب، وبما انه مثنى يبنى هنقول لعل اخويك مجتهدان كما هي. يبنى هنقول في الدراسة، يبقى هنقول لعل أخويك مجتهدان في الدراسة. لعل حرف ناسخ يفيد الترجي مبني على الفتح لمحل لام الإعراب. أخوي هنا هنقول اسم لعل منصوب علامة نصب الياء لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. مجتهدان خبر لعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وطبعا هنا خبر مفرد. السؤال الثالث: يجب على العاملين في المدرسة الإخلاص في العمل. تعال نعرف: يجب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة على حرف جر، العاملين اسم مجرور وعلامة جر الياء لأنه جمع مذكر سالم في حرف جر، والمدرسة اسم مجرور. طبعا الخطع في الجملة إن احنا قدمنا الجر والمجرور على الفاعل، فبالتالي الإخلاص فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، علامة رفعه الضمة. عندي بقى حزمة أفعال، هذه الأفعال هي يجب وينبغي ويلزم ويحسن. ما بعد هذه الأفعال يعرب فاعل إلا إذا أتينا بجر ومجرور، ما بعد الجر والمجرور يعرب يعرب فاعل، يعني مثل كلمة الإخلاص، كأن الكلام يجب الإخلاص في العمل على العاملين في المدرسة. ثاني السؤال الأول كان بيقول: في رحلاتنا اللحن واللعب واللهو أهم ما يميزه. طبعا عندي اللحن واللعب واللهو، كل هذه الكلمات لام شمسية، يبقى إذن لا يوجد لام قمرية، لا يوجد لام قمرية. أهم ما يميزها، يميز
فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. الثاني بيقول فو محمد ينطق بالحق. طبعا فو اسم من الأسماء الخمسة، هيكون مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، محمد مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، واللي طبعا بعد فو سواء اسم ظاهر سواء ضمير يعرب مضاف إليه، ينطق فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. أدخل على الجملة فعلا ناسقا يفيد الاستمرار، يبقى أنا هنقول ظل، بما إن ظل الاسم بعدها مرفوع يبقى فو كما هي، ظل فو محمد ينطق بالحق. ظل فعل ماضي ناسخ مبنى على الفتح يفيد الاستمرار، فو اسم ظل مرفوع علامة رفع الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، محمد مضاف إليه، ينطق فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر. ثالث، ينبغي على العرب جميعا الاتحاد لمواجهة الكيان الصهيوني. أعرب كلمة الاتحاد، نفس الفكرة بتاعت يجب. ينبغي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة على حرف جر، العرب اسم مجرور، جميعا حال منصوب علامة نصب الفتحة. طبعا عندي مجموعة كلمات اللي هي جميعا ومعا وكافة وعامة، هذه الكلمات أتت نكرة منصوبة تعرب حال منصوب علامة نصب الفتحة. الاتحاد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة لمواجهة اللام حرف جر ومواجهة اسم مجرور، الكيان مضاف إليه الصهيوني نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، أبادهم الله وجعل كيدهم في نحرهم ونصرنا في فلسطين عليهم إن شاء الله، وإن شاء الله النصر لغزة، النصر لفلسطين، النصر للإسلام. أتمنى إن شاء الله تكون استفدت معايا. لو عجبك الفيديو إعجاب وشارك الفيديو مع زملائك، وانتظرنا في القادم إن شاء الله.